واحدة بتقول أنا عشت بتول مع زوجتي وقد تنجح، وأتمنى أن أقضي بقية حياتي في دير خدامة ليس إلا حتى أخلص نفسي. يا ريت أبدا اعترافك هو اللي يكلمني في الموضوع ده. وعشت مع زوجك بتول لمدة كم سنة، وبإرادتك ولا بإرادته، واتجوزتوا ليه ما دام عايزين تعيشوا بتوليين؟ يعني مسألة برضو عايزة أفهم.